ضمن برنامج نادي السينما المستقلة، أقام قصر السينما عرضاً خاصاً للفيلم الروائي القصير زهرة البنفسج إخراج السورية بشرى صلاح. الفيلم مدته 15 دقيقة ومأخوذ عن قصة للأديب سليمان فياض، وتدور فكرته حول معاناة أسرة مصرية أثناء الثورة السورية. الفيلم بطولة عادل أمين وحسام أبو العلا وعمرو فريد. فالفتن تحيط بكم من كل جانب. اسمعني يا رجال، أنا الفترة اللي فاتت سبتك على حريتك. مين اللي اداك السلطة دي؟ هي اللي اختارت. زهرة البنفسج طبعا الناس كلها بتعني لهم شيء، يعني هي زهرة البنفسج من يوم ما عرفنا زهرة البنفسج، ونحن بنقول او الناس بتقول او صفات زهرة البنفسج انه هي الوردة الجميلة الحزينة. فانا كنت شايفة بنظري مصر هي زهرة البنفسج. تناولته من خلال قصة صغيرة قصيرة لأشرح فيها وجهة نظري أو مشهد شفته من خلال بعد الثورة المصرية. وقد كان البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى بالأثر. يسلبوك إرادتك ورعيك؟ لا لا لا. أنا عجبني حماسها جدا، عندها حماس غير عادي، وفكرها حلو جدا، عقلها كويس قوي. أضف إلى ذلك إن أنا بحب الجيل الجديد، بحبهم فعلا، وبقف على قد ما أقدر جنبهم. فقريت السكريبت اللي هي عملها لقيته حلو جدا، أقدر أعمله الحمد لله، أقدر أعمله فعملته. الحكمة هي وحدها الفضيلة الباقية الكاملة التي ترقى بالوجود البشري. هي شخصية المصري المؤمن بمصريته بصرف النظر عن التيارات اللي موجودة كتير قوي. هو مؤمن بمصريته فقط، لكن مش عايز حد يخدش له المصرية دي. فيلم النهاردة، يعني احنا كنا من يومين بالظبط عاملين ندوة تصادفت اهو ان يمشوا خط واحد، بس الندوة الاولانية كنا عاملينها التسامح الأديان، التسامح في الأديان، وعرضنا فيلم من إنتاج قصر السينما اللي هو مصر كل واحد، فكان برضو بيدور عن التآلف والتوحيد بين الأديان ونبذ التطرف، وتصادف برضو نظارة البنفسج بيعالج نفس القصة.